الا الاستاذ توكي، طبعا عارفاه، ده اول واحد كشف لي حقيقه الراجل اللي انا اتغشيت فيه واتجوزته. كان على يدك يا ست نعيمه. وده اللي جابني ليك يا ست عايده. انا كلت في بيتك ده، وانتي جابرتي الزاد في بيتي، والزاد بيقرب زي الدم. ابراهيم التوبجي ملوش حد غير اخوانه وحبايبه. ما انتيش محتاجه تحكيلي عن التوبكي، انا مستعده اعمل اي حاجه علشان اساعده. واول حاجه هعملها هخلي انكل بدران يروح يحضر معاه التحقيق. محمد بيه بدران هيلاقي صلاح وفتحي مستنينه في المكتب هناك. اني جالك انت في سكه تانيه. انا تحت امرك. ابراهيم وهما بياخدوه على البوكس زعق عليا وقال لي الست سيلفانا صاحبه المطبعه هي اللي وزت عليا، وروحي لعايده هانم وبشر بيه. ورحتي لبشر بيه؟ لا أنا قلت نجيلك انتي الأول وبعدين نبقى نروح له. أنا مش فاهم إيه حكايتكم وحكاية الزنانيري وأهل زنانيري. كل يوم مشكلة، كل يومين مصيبة، كل يوم حد ممسوك في قضية زي الست القهوجية دي، ووقت الراجل المطبعجي. خلي الناس بتفكر فيك مش بس كمحامي، لأ، باعتبارك سياسي ونائب في البرلمان. أنت تخرس خالص، مش عايز أسمع صوتك. ست القهوجية دي مش تبقى أم البنت اللي أنت لايف عليها وهي بلفاك، مش كده وبس، بسلامتك كمان عايز تتجوزها. الست القهوجية دي تبقى أمي يا حضرة النائب المحترم، والبنت اللي صلاح هينطبع على أبوه وعايز يتجوزها تبقى أختي. صحيح. عموما أنا ما غلطتش في حد منهم. فأنا بقول نركن موضوع الراجل المطبعة دي على جنب، لأن هبعت حد من عندي من المكتب يحضر معاه. خلونا بقى في موضوع الدكتور صلاح. خالي لو سمحت، لا الوقت ولا الظروف يسمحوا ان احنا نناقش موضوع زي ده. بالعكس، انتوا جيتولي من السما النهارده. ايه يا فتحي؟ ما تقعد، انت وراك حاجه؟ الحقيقه ورايا حاجات، وهنسيب صلاح يناقش معاك اي موضوع، بس نحب نقول لك حاجه قبل ما نمشي. اختي مش هتفكر تلوف على حد ولا تبلف حد قبل ما تاخد ليسانس الحقوق وتبقى محاميه. يعني مش قبل 3 سنين وعليك خير. سنه في الليسانس وسنتين تحت التمرين. تكون انت بقى جوزت الدكتور صلاح بمعرفتك. عن إذنك. كويس، فتحي بيقول كلام موزون فعلا. ليه كده يا خالي؟ ليه تهني وتهين صاحبي بالشكل الجارح ده؟ كونك خالك بتراعيني ماديا انا وامي واخواتي، ده ما يدكش الحق انك تفعص كرامتنا وتدب صوابعك في عينينا وتمارس علينا حقوق السادة على العبيد. بس يا ولد، بس كلام فارغ، كلام تخين ما انتش قده. جبت منين الكلام ده؟ ها؟ من رواية المنفلوط ولا رواية البؤساء؟ شيء غريب انك تبقى راجل بعد شوية هتبقى دكتور، ما انتش عارف الفرق بين اللي يفحص كرامتك يحط صباعه في عينك بين اللي بتدخل بحزم عشان ينقذ مستقبلك. مستقبلك يا فندم انك تخلص دراستك تبقى دكتور. راح فين النضال ضد الانجليز؟ راحت فين السياسة؟ بلاش ده كله. راح فين مستقبلك وشغلك؟ لازم تخطط له عشان تنجح وتبقى راجل مسؤول، تصرف على بيتك ووالدتك واخواتك. والدتك يا استاذ هتبيع القراريط اللي حلتها عشان تشتري لك الشبكه. لما تروح بص في المرايه لو سمحت، لو لقيت شويه حمار من الخجل وريهم لي يا دكتور المستقبل. صلاح أنا آسف يا خالتي نعيمة، مش أنا. لا مالك يا صلاح؟ ولا فتحي هو مش كان معاك؟ كان معايا. أنا سألفت نسيني خالص. أنا مش أهل ليكي ولا مفعلكيش. نسيني.
هي دي وكالة عامر يا ست نايل. وانت عرفت منين يا منايل؟ وانت بتعرف تقرا؟ سلام عليكم يا بلدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسترك، هي دي وكالة بشر بيه عامر؟ لا، وكالة عامر. يا عسرة، مفيش يا كبير، الحجة بتسأل عن بشر بيه. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حاج. ممكن الراجل بتاعك يشاور لنا على وكالة بشر بيه عامر؟ أنت عايزة بشر بيه ذات نفسه ولا عايزة الوكالة؟ سبحان الله، هو اللي يسأل على حد هنا تفتحوا له سينو وجيم؟ مش القصد يا جربتي. أصلك لو عايزة بشر بيه ذات نفسه ما هتلاقيهوش النهاردة. ليه؟ راح فين؟ عقبالها عندك. النهاردة كاتب كتابه. جيت لك مع طلة رمضان يا صعيدي. مين؟ الست نعيمة مرسال والولعين نس. انت بتعمل ايه هنا يا شيخ عبد الفتاح؟ انت اللي بتعملي ايه هنا يا ست ام فتحي؟ الشيخ عبد الفتاح طلع يعرف الست كمان. مين دول يا كبير؟ حطيت الاتنين في كفتين ووزنت. مين اللي محتاجني فيهم اكتر؟ اللي في زنانيري ولا كرموز؟ زنانيري فيها الست نعيمة والطبقي وعزوز وتدري وفتحي مرسال واخيار كتير، لكن كرموز الشر زاحف عليها، خصوصا عند ولاد عامر. وبشر لوحده محتاج للي اول خير اللي جواه. قلت يبقى هنا الاول. انا كمان جاي عشان بشر، بس اللي سمعته اول ما جيت برجني خالص في الراجل ده. ساعه ما حميد الله يسامحه بقى دسلي البلوى التقيله في بيتي وخدوني في حديد. سالوا على بشر، قالوا لهم ده بيعمل شهر عسل في بلاد بره، ونسال عليه النهارده يقولوا ده بيكتب كتابه. يا ايه الحكايه بالظبط يا شيخ عبد الفتاح؟ حكايه ابن ادم من قديم الازل، الضعيف اللي بيستاوى على ضعفه باوهامه، والمغرور اللي بيهرب من اللي فهمه. طب والطبج مين يغيطه؟ انت مش رحت لها يا ست نعيمه؟ تقصد الست عايده؟ طب تفتكر هتعمل ايه؟ اللي تقدر عليه. ويهمك في ايه التبجي ده يا ايدي؟ انتي عارفة صلتي بالتبجي وبالسنيورة نعيمة وكل اهل زنانيري. بس انا حكيت لك على اللي عمله معايا لما حبيت ابيع المطبعة لماركو التوفي. بس انتي عمرك ما قلتيلي ان هو الشيوعي ولا له صلة بالشيوعيين يا سلفي. كان مخبي وده طبيعي، بس بان على حقيقته في الاخر وظهر إنه إرهابي أساسانه مطلوب في قضايا إرهابية كتيرة. معلش بس أنا ما أقدرش أصدق الكلام ده. الموضوع ده يا أيدي بقى في إيدين البوليس، هو اللي يقول صحيح ولا مش صحيح. اسمعي، اللي لفق له التهمة يقدر يبرئه منها. أنا مندهشة، مش فاهمة أنت ليه بتتدخلي في أمور ما تخصكيش. أنا بتدخل لأن إبراهيم التوبجي يهمني. حتى لو عرفتي ان ابراهيم التوبجي حرض عمال المطبعه علشان يعملوا اضراب ضدي ويخربوها. ما صدقش. وانا ما توقعش من صديقتي تقولي اللي بتقولي ده. يعني انتي مش ناويه تعملي حاجه؟ حاجه زي ايه يا ايدي؟ انتوا المصريين مش هتتقدموا ابدا، وانتوا كده بتخلطوا الامور ببعض، الشخصي على العمومي، المشاعر على الشغل، أمور السماء على أمور الأرض. إحنا ماشيين على اللي قاله الإنجيل، أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يمكن علشان كده إحنا سبقنا. أنتوا سبقتوا من دلوقتي اللي بيخلط بين الدين والجنسية يا سلفي. وبعدين أنا كنت فاكرة أنك مصرية، مش كده برضو؟ أنا معايا جنسية مصري، بس الأصل تلياني. الأصل تلياني، والأصل طبعا هو اللي بيفضل، مش كده؟ أيدي أنا عارفة طريقي كويس، ما تتعبيش نفسك. 52 رفاعي. 50 بس يا حاج. سبحان الله في طبعك. 52 يا أبو ماجد. يا عصران الحسبة عندك كم يا ابني؟ 36 بلح جنديلة و14 ساكوتي. خمسين خمسين، واحنا يعني كنا غلطنا في البخارية خاي. سلام عليكم. أهلا يا عريس. الليلة ليلتك يا أبو عامر. إلا بالحق، أنتوا ليه ما خليتوش الدخلة مع كتب الكتاب ليلتين؟
اعمل ايه يا حاج؟ حكم القوي. قصدي حكم الحليم يا حاج. مبروك يا كبير، عقبال الليله الكبيره. عقبالكم جميعا. يلا يا شم. على فين؟ هتوضبوا للزفه ولا ايه؟ لا زفه ايه يا صعيدي، الزفه لسه عليها بدري، احنا رايحين نوضب الانتخابات. بشرة خير، الفرح في وش الانتخابات والانتخابات في ظهر الفرح. قلت البشر بيه على الجماعه اللي سالوا عليه. ماشوا سعوا في مناكبها لأكلوا من رزقه. انت عارفني من زمان بحب الشغل الباكش والقلبان ده، اسلك معايا. طب سيب هدومه وحصل على بلدتك، ريالتي هتنزل من العصير تبقعها. رد على البيعين اللي بلاش صداقة. نعم سألته على سيدنا والست نعيمة بتاع زنانيري، قلت لكم ماشوا ومعهم كمان الولا حينس الأهواجي، في ايه تاني؟ أكيد سمعت كل حرف قالوه، ودانك دي ما بتفوتش حاجة. كانوا بيتكلموا عن الطاجي، اصل البوليس قبض عليه، بيقولوا شيوعي. وبعدين واحد زي اقول لك هما دلوقتي فين بالظبط. كله قول للشيوعيين يا ست ام فتحي، دول ناس افكارهم هدامه. الطبق مش شيوعي سعاده البيه، وبعدين احنا عاشرنا شيوعيين هنا في اسكندريه أيام ما كنا بنكافحوا ضد الإنجليز لحد الحرب ما خلصت والإنجليز مشوا، ما شفناش عليهم حاجة وحشة، مصريين وطنيين زينا بالظبط. إزاي يا ست أم فتحي؟ أنا أعرف إن الناس دول هدامين وضد الحكومة وضد مصر كلها. وهي مصر هي الحكومة يا هانم؟ مصر هي إسماعيل صدقي ولا النقراشي ولا محمد محمود؟ كلهم بشوات وطنيين؟ لو سمحتم خلونا في موضوعنا. انت رحتي له مره علشان يلحقك، رحتي له مره كمان علشان تلحقيه. انا مش مصدقه اللي انت بتقوله ده، ده كلام ما يدخلش اي عقل. ده ما فاتش اسبوعين على جوازه من بنت خاله، ودلوقتي عايز يتجوز اللي اسمها ايه دي، بنت اخت مرات باباه. طب ليه يتخبط يا اميره زي الطير المدبوح؟ مفيش طير مدبوح غيري يا عبدو. انتم الاتنين مش عارف اعمل معاكم ايه، احميكم من غيركم ولا احميكم من نفسكم؟ احميني انا يا عبدو، اتجوزني تاني يا اميرة. انت ليه مش مصدقة؟ مقدرش اضيع، هروح للتهلكة برجليا، مقدرش يا بنت الناس، مقدرش. جيت في معادك اهو، جيب رجليها يا اميرة، ربنا ساوي الحد عندك. هو همسكتها بشي. في حاجة يا ست عايدة؟ لا مفيش. لو حد عايزني أنا في الترس. ضيوف يا سعادة البيه. هو اللي باين كده إن أنا جاي أنا وشيرنا ورا ست نعيمة عشان موضوع الطبقي. بس الحقيقة عايدة أنا جاي عشانك أنت. أنا كنت لازم أشوفك النهاردة. وإيه اللي خلاه لازم؟ ما افتكرش لسه بينا أي حاجة تخليه لازم. اللي بينا هو اللي بينا زي ما يوم ما ابتدى بالظبط، عمره ما هيضعف ولا هينتهي. هبقى نمرة تلاتة في حياتك يا بشر. أنا كنت نمرة تلاتة برضو عايدة. أرجوك يا بشر. أنا ما أقصدش واحدة بواحدة عايدة، أنا عايز أفهمك إن جوازك الأخراني ما يقدرش يقطع اللي بينا، ولا الجواز اللي جاي هيقدر، حتى لو أنا وأنت ما اتجوزناش أبداً، عمر اللي في قلبي وقلبك ما هيتغير يا عايدة. رايح يا بشر امشي. أنا عايز أمشي وأنا مطمن عليك. روح يا بشر امشي.
بصي لي قولي لي انك مسامحاني. حرام عليك، انت عايز ايه؟ عايز تاخد اللي نفسك فيه وتنفذ اللي يحقق لك مصالحك وتلعب بعواطف بنت خالك ومستقبل التانية قريبة اخواتك. ومش بس كده، كمان فوق كل ده عايز الحب، ومش الحب بس، عايزني كمان اسامحك واديك اذن. روح يا بشر، روح يا بشر، اعمل اللي انت عاوزه، اتجوز كل البنات اللي في الدنيا، اعمل اي حاجة تحقق لك سعادتك الرخيصة وترجي غرورك. لكن انا مستحيل اسامحك ولا اريحك من ذنبي. بس كويس اللي وصلنا له مع بدان بيه ده يا ست نعيم. بس على الله يصدق. لا هيصدق ان شاء الله، انا نعرفه كويس، ما دام وعد هينفذ. يا ريت يا شناوي، ويبقى لك الحلاوة وتعمل لنا زفة بمعرفتك تتحكى بيها زنانير العمر كله. عينيا. انت مش معانا ولا ايه يا بشر بيه؟ احنا بتقولي حاجة يا ست نعيم؟ لا، بنقول ممنونين على التوصيلة. انت شرفت وعرفت. ما تطلع معانا نتغدوا سوا. والله ما ينفع، صدقيني. كل نظرة يا ست الستات، سعادة البيه عنده كاتب كتاب النهاردة. هنقوله ايه؟ مبروك وربنا يتمم بخير. ولو ان الست عايده ما كانتش تستاهل منك كده. كل شيء نصيب يا ست ام فتحي. لحسن النسوان القرشانات قاعدين بره هيتودودوا لما يقولوا يا بس. ماني كويسه اهو يا بياضه. زوزه كويسه، ما تهمهاش على نفسها يا بياضه. نقول لك اني هنتقلك احمر الخدود شويه عشان يورد وش. يا خرابي عليكي يا بياضه، البنت هتبقى زي عروسه المولد. ومالها عروسه المولد يا عمر؟ حمر وحلاوه. يخيبك يا زوزه، هو اني كل ما نحاول نفرد لك وشك تكرمشيه بالعينيه؟ والنبي تسيبوني في حالي بقى. اح ماله حالك يا بنت؟ ما داهيه لا تكون هتعمل زي ليله خيبتي على اخوكي. لو خميس زي بشر فشل. زوزه لو كرهه قولي لي اني نقدر نفركشها واحنا لسه على البر والمأذون ما كتبش. مين بس اللي قال انني كرهه ولا حتى متنيله؟ هتروق وتخلي يا بنت، اني عارفه ايه اللي منغص عليكي الفرحه. صدقيني في ايدك تربيه وتمشيه على العجين ما يلخبطوش. اهو كلام بنقوله لنفسي قبل ما تقوليه يا اكرام، لكن ما نعرفش اني قده ولا لا. بالاذن يا بنات، المأذون عايز التوكيل يا عروس. يا ساتر، وكلت مين يا عروس؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. مبروك. مبروك يا باشا اخويا. يلا بينا عشان نلحق مشوارنا. يلا. هستأذن انا بقى بش عشان الحق الميعاد اللي انت عارفه. متشكر قوي يا هلال، هشوفك بالليل بعد المول ده من فضت. هتجيلي لو كان ده. السلام عليكم. عليك السلام.
بركة اللي لقيت ابنك يا شهبندر. الجلوس المسكين خميس هيولد. لايميها يا بنت الصورة دي، خلي الليلة تعدي على خير. طيب الناس بتنطقطق عليها يا سوقة، وياخدي رقصي معاها وخليها تترقصي وتفرح. فرح يا نبيها وكل النسوان بترقص. يا قولي بنت الشايفة بيبصوا لتحت السقف. يا بنات غنينا ورقصنا وهيصنا على قد الكتاب، بعد جمعة الفرح تبقى الزفة والهيصة الكبيرة. شرفتونا وعقبال عندكم. المعلم سرد ياسين بيه وجوز بنته الحاج مرشدي عامر عبد الظاهر. اهلا وسهلا، ازيك يا معلم سرد؟ بخير يا سعادة البيه، ممنونين لمعاليك. يا مرحبا يا حاج مرشدي، اتفضل. اهلا يا سعادة البيه. اهلا. الحاج مرشدي والمعلم سرد انبسطوا خالص لما عرفوا ان جنابك هتشاركهم في مغلق معتوق، وانك هتدفع بدلهم لحد ما يدبروا نصيبهم. وايه اللي مأخر فلوسكم يا معلمين؟ حكايه الورثه يا سعاده بيه، ناروز افندي عنده فكره. ما هو عدم المؤاخذه، المعلم مرشدي مش هيقدر يبيع الا لما يطلع اعلام الوراثه، واعلام الوراثه مش هيطلع الا لما ارمله المرحوم ما تولد. الله، دي عامله زي حدوته البيضه والفرخه. ما نشوف احنا شركة تانيين نخلص بيهم مغلق معتوق ونخلي الناس الطيبين دول لصفقة تانية. لا سعادة البيه، المغلق ده مخيش في نافوخي ومش هنسيبه، والفلوس هتتدبر من تحت الارض. منين بس يا ابو فيفي؟ ما احنا راسين على البير وغطاه. هنخلي بشرة اخويا يشتري نصيبي في الوكالة غميضي، وبقيت الورث بقى بعد الست هبابة ما تولد. وانت علاقتك باخوك بشر كويسة؟ يا سلام يا سعادة البيه، سمنا على العسل، ده احنا لسه جايين من كتب كتابه عليك على طول. ايه؟ بتقول كتب كتابه؟ انت بتخرف ولا بتهزر يا نسيم؟ اخر حاجة كنت اتوقعها. انا صحيح سمعت طرطيش عن حكايته مع قريبة اخواته دي، لكن ده كان قبل ما يتجوز فاليريا، مش دلوقتي لما انا مش فاهم. ابنك ده نوع جديد من البشر. وليه؟ يتجوز تاني ليه؟ ايه اللي حصل بعد 10 ايام من جوازه فاليريا خلاها يروح يتجوز تاني؟ الله، يعني اللي سمعته تونيا صحيح وبوتش يتجوز فعلا؟ للمرة التانية يا سينيورة. من شبه أبوه. يعني احنا اتجوزنا فعلا؟ أيوة، وبقيت مراتي خلاص. بس الدخلة لسه بعد أسبوع. أيوة، الخميس الأول من رمضان. إيش معنى يعني؟ مش عارف. طب ايه رايك نخليها بعد الصيام براحتنا بقى، تالت يوم العيد، ايه رايك؟ اتفق انت وخالتي عن اذنك. راح على فين؟ دماغي وجعاني، هناخد برشامه وننام. ايه ناخد برشامه وننام دي؟ انا عامل حسابي اسهر معاكي الليله. انت هتروحي تنامي يا عزيزه؟ ايوه يا خالتي. الله، مش هتعشي معانا؟ معقوله العريس ياكل لوحده؟ معلش البركه فيكم، عن اذنكم. سيبيها على راحتها يا اكرام. ده اتفاق بقى. اتفاق على ايه؟ حجوجة ده انا بشر واني امنه يا ولا. يا عيني على اللي اتفقوا عليه الحريم، يختار الله يكون في عونه. بتقولي ايه يا مسغوده منك ليها؟ يعني ما انتش واخده بالك من اللي عملته العروسه؟ كانت متفقه مع ست الحاجه وست اكرام يدخلوا وهي تسيب العريس وتمشي، ده انا سامعاهم هما بيتفقوا. وهم هيعملوا كده ليه؟ لو انت ما تعرفيش، مش العريس ما طلعش عذراء. يوه، يقطعك يا بنت يا رزقة. يعني ايه الكلام ده يا بنت يا رزقة؟ فهميني. نفهمك ايه اكتر من كده يا ام العربي؟ بنقول لك العريس طلع متجوز قبل منها. يعني ما هيش اول بخته. الله اكبر، ليلتكم بيضة ان شاء الله انتوا الاثنين. وانت بتعملي ايه هنا بعد ستك ما راحت شقتها هي وامها يا جبل نعسة؟ يا اهل الله، دستور
خير يا سيد. حلو انك انت اللي رديتي. وشوش الست اكرام في ودنها وبلغيها ان في جماعه عايزينها. عايزه مني ايه؟ فلوس وبنبعت لك شهريه تكفيك انت واختك. والجمعه اللي فاتت مكلمه من مصر ومكلفه الولد قباري يقطع لك مقطعين قماش ويجيبهم لك عشان تلحقوا تفصلوا لكم ودنتين على دخول الشتاء. والفلوس وصلت كمان. كتر خيرك. كده يبقى ناقصكوا ايه؟ نشوفك ولا حرام؟ يا ست انتي بلاش السكة دي، مش هتنطلي عليا ولو قعدتي تمشي فيها للسنة الجاية. يهو يا بنت اسمعي كلام امك، ما تبقيش قاعدة. حاضر يا خالتي. مش انتي تبقي خالتي برضو؟ لو مش لايقة عليا بلاشها. نعم نعم يا ست نبقى. نعم الله عليك يا حبيبتي. أنا بعتلك الليلة عشان نشوفك. صدقيها أو ارميها في الشارع. ده أول هام. تاني هام أنا داخلة على موضوع وقلت نبلغك الأول وبرضو ناخد رأيك عشان ما تتفاجئيش وتبقي تقولي الولية عملتها من غير ما تشورني. واني من امتى كنت بنعرف امورك ولا كان ليا دخل بيها؟ ما انت حره في نفسك. حتى لو كنت هنتجوز. تتجوزي؟ انت مش قلتي انك متجوزه راجل طيب طباخ في جروبي وعنده ولاد؟ يا اخت قولي لها ورزقك على اللي خلقك ده. دي تقولي الحقيقه يا اكرام. فرح طلقني من سنة. أصله حن لمراته الأولانية وهي مرضيتش ترجع له إلا لما يطلقني. وده اللي جابها وقعدها عندي. أنت يعني هي كانت قاعدة هنا طول المدة اللي فاتت دي؟ يهو أنت يا بنتي مش كنت بتبعت الحوالة بتاعت الفلوس على هنا؟ مخبتي عليا ليه؟ مش عارفة، يمكن ما كنتش عايزاكي تفتكري اني ماليش حد وجايه نرمي جدتي عليكي. وايه بقى حكايه الجوازه دي؟ الاسم والنصيب رمته في طريقي. ربك والحق، مش الاسم والنصيب. دي الصياديه. اصله سماك ولغاني واني بنشتري منه وقت سمك. كلمه في حدوته لقيته راجل طيب قوي، تاجر مستور، واهم من ده شاريني. اكنها امك انت. احي وانت كنت عارفه؟ قالولي ان المعلم عاشور لايف على مرات المرحوم الحاج عامر، بس ما كاش في دماغي غير الست اسمها ايدي امتثال. ماني ما كنتش نعرف حاجة عن أمك ولا نعرف إنها عايشة. سيبك من أمي، قوليلي أنتي موافقة على جواز أبوكي؟ لو عايز والحكاية منخششة في دماغه ما حدش يقدر يحوشه. يعني موافقتي زي عدمها يا قبلتي. أنا عن نفسي ما يهمنيش إذا كانت الست أمي تتجوز ولا تطلق، بس مش عايزة حد يجي بعد كده ويحملني ذنبها ويقولي الحقي أمك خطفت أبونا من أمنا. عشان كده جيت نقولك يا بياضة. عداك العيب يا حبيبتي. انا رخره ما يهمنيش ابويا هيتجوز ولا هيتجنس. ما تاخذنيش، بس واجب عليا انور الحاجه نبيها. بات يا حربيه. ناولين يا ست بياضه. ناوليني الملايه والبرقه، ولما يجي سيدك خميس قولوا له اني رحت مشوار ورجعت. من زمان واني عارفه ان اليوم ده هيجي وامك هتظهر، بس فرقت في الوقت. كنت بنحسبها هتظهر قبل كده. استنت لما ابويا تعيش انت. الله يرحمه ويعفي عنه. شوفي يا اكرام، لو عايزه نصيحه لله يا بنتي، مالكيش دعوه باللي بتعمله امك. تتجوز عاشور، تتجوز الجن الازرق، اللي بيشيل قربه مقطوعه بتخر على دماغه. خليك انت في جوزك واولادك، هم اللي باقيين لك. ماني خايفه الاهلي اللي يزعل. انت ما قلتلوش؟ كنت ناويه نقول له اول ما ظهرت بعد ما يتم ابويا، لكن ما قدرتش. وهي الحكايه هتنعرف بعد ما تتجوز نسيب اخويا. وكنت فاكره ان الحكايه هتفضل سر على طول.
غلطانة. الليلة أول ما يرجع لازم تقولي له. يعني تبقى في كرموز وما تحضرش كتب كتاب يا عبد. ما مشيش معاك في سكة الظلم يا بشر. أنا ما ظلمتش حد يا عبد الفتاح. ظلمت ثلاثة يا ابن عامر، عايدة وعزيزة والخواجاية بنت خالك، كل ده علشان ايه؟ الفلوس والسياسة. الفلوس كتير وعمرك ما اشتكيت من الفقر. الفلوس دي بالذات دي لغرض وطني. عايز تاخد من نصك الطلياني وتدي لنصك المصري. وليه لا؟ عفارم، دي السياسة ولا بلاش؟ يا ريت الحاج عامر كان اتجوز واحدة انجليزية، كنت خدت منها مصر والسودان، حليت المشكلة اللي بقالها 68 سنة محدش قادر يحلها. يا عبد الفتاح مش عادتك يعني تتكلم في السياسة. هو ده برضو كلام في السياسة يا راجل؟ انا بتكلم عن عايدة وعزيزة والحب والجواز. صلى على النبي يا راجل. اللهم صلى عليك يا نبي. يا درغامي انت المرة دي متغير قوي، يا ترى ليه؟ الموجة يا بشر. موجة ايه؟ ما هي موجة بتخطفني بروح وموجة بتردني باجي، لا عارف امتى اروح ولا عارف امتى راح اجي. سلام يا ابن عامر. على فين يا الفتاه؟ مش عارف. طيب هشوفك تاني امتى؟ كل ما تحب وساعات من غير ما تحب، خليها على الله. الفتاه في ايه تاني؟ تعرفت ازاي ان انا هنا؟ انا جيت المكتب فجأة وما قلتش لحد. الو هلال، تكلم منين؟ رحت له كنت؟ معلش انا متاسف قوي، ممكن تجي لي المكتب؟ مدهش، النادي هنا مش مكانك المفضل. هايدي يا هاري، انت هنا من امتى؟ من قبل ما يمشي كولونيل هلال. هلال منتدب من الداخلية المصرية عشان يتفاهم معنا في شؤون قنصلية. جايز، خصوصا ان عدد الامريكان زاد قوي في مصر السنتين دول. Good shot مستر هاري. طيب احييني واطلب لي كاس. انا عايز احييك اكتر واقدم لك هدية. Such as some news about the Egyptian police or the Egyptian army. سمعت مستر هاري عن الضباط الاحرار؟ ما اقدرش ارد. ما بلاش استرعاء الغموض ده، هتعملي فيها همفري بوجارد في السهره المالطي. ومش انت اللي وضبت الميعاد بيني وبين الراجل الامريكاني؟ يعني اصحاب، يبقى اساله هو. انت متورط في حاجه يا هلال؟ حاجه زي ايه يا بشر؟ انشطه سريه يعني. اهو انت كده بقى اللي عملت زي جيمس ميسون في فيلم فايف فينجرز. يبقى انت مش عايز تقول يعني. اوكي صدقني يا بشر ما اقدرش، وبعدين دي مش رغبتي، دي اوامر وانا بنفذها. طيب يلا بينا نروح. هتنزل معايا كرموز ولا هتروح زيزينيا ولا هتبايت في اللوكاندا؟ طب سيبني انا اروح، اتاخرت على اختك وهتدب معايا خناقه. خمسه كمان يا هلال. بقى يوم كتب كتابك جاي تزور الاطلال. انت اغرب انسان شفته في حياتي.